طب معانا مين يا شيري؟ ايمان، الو، انت جمهورك احنا نعمل ايه؟ انا جمهورك انت يا نصف، جمهورك. لا انت والله. اي ايمان، ازيك يا حلوه؟ مساء الخير، مساء كنتم النور، طيبين. وانت طيبه، انا كلمتكم. يا رب يسعدك يا ايمان. كمان اتفضلي. انا 2/11/73، عقرب. اوكي، بس كده. طب الدنيا ايه والاحوال ايه؟ ماشي اوكي. امين. بصي، العقرب بقى شهر اكتوبر يعني خلي باله شويه، يعني ممكن الفتره دي لان الشمس موجوده في الميزان، المريخ في الميزان، هو هيبدا يبقى حلو جدا برج العقرب ويتحسن جدا من يوم 12 اكتوبر، وهيبقى افضل وافضل من 23 اكتوبر لان الشمس داخله برج العقرب. دايما الشمس لما بتدخل البرج بتدي له نشاط، بتدي له طاقه، بتنوره كده بالظبط كده، فبتدي له انرجي كويسه. طيب. برج العقرب والثور يعني والعذراء، في ابراج كده لازم تخلي بالها شويه شهر اكتوبر، اول 23 يوم في يهدوا اكتوبر كده على حالهم. والحمل، الحمل اكتوبر دايما بيبقى شهر برضو كبيس بالنسبه له لان الشمس مواجهته، المريخ مواجهته، فالحملان بقى هم عصبيين، اهدى شويه ونستقر.